يعني بعد هالفيديو الحلو، يمكن اليوم صار الوقت لنكون أكثر من أي مرحلة سابقة بحاجة للنقد، النقد الساخر لربما لمجموعة من الظواهر يلي عم بتصير بمجتمعنا، أو حتى الحالات يلي أفرزتها الحرب على سوريا، أو حتى التطورات يلي كانت بهيدي المرحلة. أكيد سالي، السوشيال ميديا أمنت مساحة كتير واسعة للشباب ليطرحوا أفكارهم، يمكن وصلتهم لأكبر عدد من المتابعين بطريقة سهلة وسلسة. زبطها برنامج ناقد انتشر بالآونة الأخيرة على صفحات الفيسبوك، هو من الألف للياء من شغل طلاب كلية الإعلام بجامعة دمشق. لنتعرف أكثر على هالبرنامج بصيرنا يكون معنا اليوم ماروت الصوفي مقدم البرنامج ومحمد ساس معد البرنامج. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. نظبطها اليوم؟ أكيد نظبطها. أول شيء يسعد صباحكم، ولازم تكون ظابطة. بالبداية خلينا نتوجه لحضرتك، كيف طلعت فكرة ظبطها ومن وين إجت الفكرة؟ هلا هي بصراحة فكرة صديقي ماروت، يعني كنا مجتمعين أنا وماروت وفي عنا صديقة اسمها نور الحاج علي، فطلع هو إنه شو رأيكم نعمل هيك برنامج ساخر؟ عجبتنا كثير الفكره وقلنا انه اسمه ظبطها، فنحن كثير اندفعنا للفكره وبلشنا شغل. طيب ماروت، خلينا نحكي شوي عن الخلطه تبع ظبطها، يعني انتم طلاب كليه اعلام وبنفس الوقت لما حدا يفكر يعمل هيك شيء ناقد وهو طالب شوي يمكن بيفكر بيحسبها انه كيف لحدا يساويها، كيف كان تشجيع الدكاتره لكم؟ الحمد لله كان دكاتره الاعلام متجاوبين كثير، البعض منهم طبعا من اهمهم الدكتور عربي المصري، اكيد نوجه له تحيه كثير. له صباح الخير كمان. الدكتور عربي المصري كان معنا من البدايه، حب حماسنا، حب اندفاعنا، وجهنا، اشتغلنا من المحاضرات اصلا اللي هو اعطانا اياها، واخذنا شهاده منه انه هذا اول برنامج استقصائي ساخر بسوريا. حلو، يعني برايكم نحن من خلال هيدي الحرب يلي مرينا فيها صار الشباب المجتمع بشكل عام بحاجه للروح الفكاهه بطريقه كمان نقدر فيها انه نوصل رساله، هيدي الاهم انه نحن توصل رسالتنا. محمد، خلينا نحكي دائما عن الاهداف يلي نحن نعمل اي شيء لنوصل له. بشكل عام ولا بشكل عام؟ اي يعني الواحد متى ما خطط شيء براسه يعني بده يوصل له. كثير عوائق بتوقف بوشه، بس يعني وقت يكون هو ورفقاته سوا بيقدر يتجاوزها. صحيح، وبيتحداها اكيد. فاكيد بيكون يعني قصدك عنه لماروت انت وياه سوا ولا انت والكل سوا؟ الكل. تماما اكيد. يعني ماروت، يمكن هيك برنامج ينعرض على الفيسبوك وصار اليوم يمكن اي فيديو صغير بيكون شوي مهضوم بياخذ انتشار كثير كبير، انتم صار في لكم منصه هذا الفيسبوك عم توصلوا من خلاله حلقاتكم، قد ايه مهم؟ يمكن فكرتوا شيء انه ممكن احنا ناخذ هالبرنامج للتلفزيون؟ هلا صراحة نحن أول ما طلع ظبطها كان كتير في جدل إنه وين لازم ينعرض. هلا للأسف نحن معنا كتير قنوات خاصة بسوريا وعدد محدود كتير، فكان المنصة الأهم اللي ممكن نحن نستهدفها هي الفيسبوك والسوشيال ميديا بشكل عام، فاخترنا منصة صفحة يوميات قذيفة هاون لأنه تعتبر حاليا هي أكبر صفحة بسوريا، وخصوصي بعد آخر إحصائية قالت إنه السوريين بيمتلكوا 6 مليون حساب واليوميات بتمتلك 4 مليون لايك. صحيح. فكان الفئة نحن مستهد فينا، عارفانين نحن الشارع السوري عم نطرح مشاكله من خلالها، فنحن كمان حابين بما أنه عم نشتغل هالمادة الإعلامية وعم نتعب عليها، فكمان بهمنا توصل لأكبر عدد من العالم. وقد ما أن التلفزيون أو الإذاعة بيضل جمهوره محدود قدام السوشيال ميديا وانتشاره الواسع كتير. يعني ماروت كمقدم البرنامج قديش ملاقي انه العالم ممكن تتقبل النقد؟ مو كل الناس بتتقبله، بس قديش ملاقي انه مثلا في تقبل، في تجاوب؟ يعني بتلاقي المجتمع السوري بهيدي الفتره اللي وصلنا لها نوعا ما قدران يتحمل النقد؟ هلا بالبدايه بما انه قلت لك انه هو اول برنامج استقصائي ساخر فكان شيء جديد، العالم مستغربه، كان اكثر الاسئله تنطرح انه انتم ليش عم تحكوا بكثير مواضيع بالحلقه، نحن ما في حلقه في جرأه واقل من 5 مواضيع ما في، فكانت العالم عم تطلب دائما مثلا يبعثوا لمحمد بما انه هو المعد او لزميلنا عدنان بكري يقولوا انه يقولوا انه موضوعين يا شباب خلونا نركز اكثر، فهنا ما بيعرفوا انه القالب تبع هيك برامج انه نطرح اكثر من موضوع،
فالعالم كانت مستغربة، عندها إشارات تفهم إنه ليش هدول هيك عم بيعملوا. فحلقة عن حلقة عرفوا العالم وطبيعة البرنامج. كانوا يسألوا كتير إنه ماروت ليش بيحكي بسرعة، أنا بحياتي كتير بحكي بهدوء بس بالبرنامج بحكي بسرعة لأنه هيك كاركتر شخصي تمام. فالعالم يقولوا إنه ماروت بطئ، طيب ما فيني بطئ بصير غير برنامج صحيح. تمام. فحلقة عن حلقة اليوم بعد مرور شهرين على زبطها صارت العالم تتناقش بالقضايا على الكومنت، يقولوا يحكوا بالمواضيع اللي نحن عم نطرحها. سابقا ما كان موجود هالشيء، من اخر حلقتين لمسنا هذا الشيء اكثر انه بطلوا يهتموا بالامور التقنية او المظهر، صاروا يهتموا بالمضمون. اكيد. وهون بدي اسالك محمد على رجع الصدى، اليوم المعد معد اي برنامج كثير بهمه كيف الناس عم تتلقى هذا البرنامج، مواضيع كثير ويمكن الشخص بيخاف وقت يكون عم يعمل كل حلقة يا ترى نحن رح نفوت بالروتين، رح نبلش نعيد نفسنا او نستنسخ مواضيع، كيف بتحاولوا تبعدوا عن هذا الشيء؟ يعني قصدك على الاستدامة؟ تماما. الافكار ما بتخلص. فكل يوم كل ثانية بتولد فكرة جديدة عنا. عم نحاول كل حلقة ما نكرر حالنا، ما نكرر فكرة فقرة معينة، يعني عم نحاول كل حلقة نطلع بشيء جديد. وفعلا عم نلمس هالشيء انه حلقه عن حلقه عم تختلف كثير. طب ليش بما انه ما بدنا نحن نفوت بمود الروتين، ليش احنا عم ناخذ مواضيع كثيره بحلقه واحده؟ يعني انتم الترتيب تبع البرنامج انه هو لازم يكون فيه خمس مواضيع، يعني مثلا ما في يكون ينطرح موضوعين ويتاخذ مساحه اكبر لهم؟ يعني انا عم بسال انه كرأي انتم ليش اخترتوا خمس مواضيع؟ هو البرنامج من الأساس ما بيعتمد على عدد معين من المواضيع. أها. وفكرة موضوعين نتبحر فيهم، فبيصير في عند المتابع على السوشيال ميديا ملل، وهو إنه بيحب البرنامج على السوشيال ميديا يكون هيك كتات بسرعة. فهمت عليك. تمام. أكيد. طيب خلينا نرجع ماروت لك شوي ونرجع كمان لنربط هذا البرنامج من المكان اللي انولد فيه. انولد بكلية الأعلام وكمان كان في مساعدة وإشراف من الدكاترة. قدي خلينا نقول كان قريب من الشيء اللي عم تدرسوه، هل استفدتوا فعلا من الشيء الأكاديمي بتطبيق هذا الشيء بأرض الواقع؟ هلا صراحة حابب أقول لكم إنه ضبطها كان أكبر رسالة لكل العالم الأخذ فكرة غلط عن كلية الأعلام إنه هي نظرية وأكاديمية فقط. نحن كثير بنفتخر بالجانب الأكاديمي من عم ناخده بالكلية. ضبطها هو من محاضرات كلية الأعلام طلع من الألف إلى الياء. صدقيني كل كادر العمل اللي معنا بيضبطها ما له خاضع لأي دورة أعلام سابقاً، كله من قلب الكلية، كل شيء تم تجهيزه. الوحيد اللي ما له طالب أعلام معنا هي تيتا تفيدا. تيتا تفيدا هي كانت كسر الروتين وعنصر المفاجأة اللي دائماً بيكون بكل حلقة. من وين أجت فكرة تيتا تفيدا؟ أول ما طلعت أنا فكرة ضبطها كنت حاسس لسه بدي شيء اللي يميزني عن باقي البرامج العربية اللي نفس قالب ضبطها الإعلامي. فأول ما طرحت أنا كنت رحت عند زميلي هو موهوب بالتمثيل جدا، قلت له انه انا هيك برنامجي، فابتكر هو شخصية تيتا تفيدا واطلقها، ونحن حابين يضل تيتا تفيدا بهالاسم، ما حابين نعلن عن اسم الشخص، حابين يضل هو عنصر مفاجأة لظبطها حتى يصير مثل يمكن البرامج اللي عم نشوفها برا، في اشخاص كثير صار اسمها مثل اسم الشخصية اللي هي عم تأديها ضمن هذا البرنامج. فعليا تيتا تفيدا هي الورقة الرابحة اكيد، وان شاء الله تيتا لطيفة اللي هي بالتلفزيون ما ترفع عليك قضية بعدين ان شاء الله. تمام. يعني سؤال هيك بسيط كثير، رح نقدر نظبطها؟ طوال ما في عنا هالنفس وهالبال الطويل وهالدعم اللي عم يجينا اكيد رح نظبطها. اكيد في كثير مواضيع اثرنا نحن فيها، هذا الشيء اللي بدنا نوصل له، انه لاي مدى نحن عم نقدر ناثر كشباب، نحن عم نعاني نفس معاناه العالم كله اللي عم تعانيها، قديش فينا من قلب الالم اللي عم نعيشه انه يخلق امل. هذا الشيء اللي بدي اسالك. اكيد اي واحد هلا فيه يعمل برنامج خمس دقائق ويصير ناقد. نحن ما طلعنا لفكره النقد فقط، طلعنا بيهمنا كثير التاثير اللي راح ناثره. ف
تمام حكي كثير حلو. أكبر دليل إنه نحن خلال الفترة الماضية كل موضوع حكينا فيه وزبط كنا عم ننزله على السوشيال ميديا ونقول إلا ما تزبط. فصار أكثر من موضوع، من بيناتهم الدورات الإعلامية، نهر بردة، موضوع الحوالات المالية. هدول مواضيع كانت مشكلة عند الشارع السوري وبعد ما حكينا فيهم نحلوا، فكان كتير بيهمنا هذا الأمر. أكيد. طيب ماروت، طبعا أكيد بين رفقاتك كتير بتتعرض لتبع، حكينا شوي مثل ما بتحكي بالبرنامج، فهلأ نفس الشيء في كتير أكيد ناس بيحبوا يسمعوا هيك مقطع صغير كيف أنت بتحكي بالبرنامج. طيب هلأ رح أحكي بموضوع وكأنه أنا بالبرنامج. تفضل. ورح أوجه نظري للكاميرا. أكيد. أول شيء ما في أي موضوع إعلامي وأي هدف نحن بنطمح له أنه يتحقق، نحن زبطها بلشنا من صفر إنتاج، صفر ليرة سوري، واليوم قدرنا نوصل لكتير عالم، كتير عالم ساعدتنا ودعمتنا. ما تنطروا أي فرصة حتى حدا ياخد بإيدكم، أنتوا اللي بدكم تربدوا لتحققوا هدفكم. أنا من هون من منبر الأخبارية السورية بقلكم اشتغلوا على حالكم وأنتوا قدها ورح تزبط معكم. أكيد. شكرا ماروت، يعني عن جد هي الروح يمكن بتخلي هيك البرنامج سلس، يعني أنت بتحس يمكن صار في كيمياء بينك وبين ماروت، بتفهموا على بعض على الطاير شو بدك وشو بده هو، صح؟ أكيد. مرت أكثر من حلقة عديناها أنا وياه سوا، يعني صار مخي ومخه واحد. نعرف شو نحكي، نعرف شو نحط الصورة هون، شو الفيديو هون. فأكيد على الاستمرارية من خلال الانسجام الكامل بين الشخصين. أكيد. بين الزميلين. تمام. يعني دائما بيصير شغلات هيك فكاهية معكم، شو أكتر موقف فكاهي هيك صار معكم؟ هلا المواقف الفكاهية دائما بتصير مع تيتا تفيدة، بس تبلش تصوير انا لازم اطلع من اللوكيشن لانه ما بتستمر ابدا. يعني انا بفرط وضحك، يعني لانه الكوميديا اللي عم تنخلق، الجو، بتعرفي جو الواحد يقدم أكيد. تصوير صحيح. انا بكون تعبت، فاول ما بتبلش تيتا انا فعليا كثير برتاح. ماروت رح نكفي حديثنا معك ومع محمد، ولكن هلا صار الوقت لننتقل لغرفه الاخبار لنتعرف على اخر الاخبار يلي عم تشهدها الساحه السياسيه مع زميلتنا علا. يسعد صباحك يا علا. يسعد صباحك سالي، وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لاهم الانباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن هزيمة تنظيم داعش الإرهابي ليست هزيمة تنظيم إرهابي فقط، بل هزيمة مؤامرة دولية ضد منطقة الشرق الأوسط. وقال روحاني إن العالم يواجه ظروفا صعبة بسبب انتشار الإرهاب في المنطقة، لافتا إلى مساهمة بلاده في مكافحة الإرهاب. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها ما زالت تنظر في احتمال عقد لقاء بين وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون على هامش مؤتمر المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي سيعقد في فيينا في السابع من كانون الأول الجاري. أعربت عائلات ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي وقع في برلين قبل نحو عام عن استيائها إزاء تقاعس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اتخاذ إجراءات حقيقية للتصدي للخطر الإرهابي في ألمانيا، وانتقد أهالي الضحايا ميركل وسياستها في مكافحة الإرهاب، وقالوا إن العمل الإرهابي هو نتيجة مأساوية للتقاعس السياسي للحكومة، وطلبت العائلات بوضع نهج استراتيجي لمكافحة الإرهاب. في خبرنا الأخير، أعلنت الحكومة الفنزويلية والمعارضة عن تحقيق تقدم كبير في المفاوضات بين الجانبين بعد يومين من انطلاقها في جمهورية الدومينيكان. هذا وأشار الجانبان إلى أن المفاوضات أسست الإرادة الصلبة للتوصل إلى اتفاق على أن تستأنف في 15 من الشهر الجاري، حسب ما أفاد بيان تلاه رئيس الدومينيكان دانييلو ميدينا. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز، عودة إليك سالي. شكرا لك علا من غرفة الأخبار، وأكيد مكفيين بفقرتنا الصباحية مع محمد وماروت.
أكيد سالي، كنا عم نحكي تحت الهواء يمكن معهم إنه قد يمكن كمان مشاهدات اللي بتشوفوها الناس الحكي تبعهم بيخليكم هيك تطلعوا بأفكار، يعني اليوم مثلا هذا اللقاء شو ممكن تطلعوا منه فكرة؟ من دون ضحك. ليش تضحكت؟ لأنه شكله فكرة خطيرة. لا دائما الأفكار هيك بتطلع، يعني صار عندنا سيستم حياة أنا ومحمد وعدنان بالإعداد إنه أي شيء صار نمط حياتنا ظبطها، فاي موضوع بنحطه بنعمل له اسقاط فورا انه هذا ممكن هيك نحكي عنه وهذا هيك ممكن ولي نحكي عنه. اليوم شو بدك؟ ممكن نعمل مثلا مقابله بين تيتا تفيدا وماروت. حلو. فهيك بيطلعوا الافكار معنا، وبالاخص ظروف تصويرنا. عندنا ظروف تصوير هيك معينه، نحن ما بنصور باستوديو، نحن عم نصور باكشن كافيه هي لرين الميلا، ورين الميلا داعم الاول لبرنامج ظبطه. فعنا دائما ظروف معينه ما مثل الاستوديو، فرغم هيك عم نقدر نتجاوز العقبات. تمام تمام. يعني ماروت كنا عم نحكي على الكوميديا، انتم شو اكثر مواقف طريفه عم بتصير معكم؟ مثلا انا بكون عم بسجل بالكافيه، مثلا بيطلع صوت البراد بيكون عم بحكي معهم، بيطلع هيك شيء فظيع انه انقصت الفقره وانه نرجع نعيدها من الاول مثلا. احيانا كنا وقت نصور صباحا في احيانا نصور الصبح فما عندنا اضاءه نحن، فبنعتمد على اضاءه الشمس، فجاه بتجي غيمه بنص الشمس وانا بنص الفقره، كانوا بنضطر نعيد. فيك تقول انه اجت غيمه؟ بكل بساطه اذا ما بدي اعيد بقولها احيانا اجت غيمه وما رح يفكر. تمام. كل رياحه يعني الموضوع. حلو. طيب محمد، كمان يمكن اول ما بلشتوا خطر على بالكم مثلا تشوفوا التعليقات تعليكم شو عم تيجي، تعملوا شيء من التعليقات حلقه؟ اكيد، يعني الواحد بده ردود الافعال على الشيء اللي عم يعمله. فانقسموا العالم بين مؤيد كثير لنا وبين معارض كثير لنا. شو ابرز شيء عارضوكم فيه يمكن؟ يعني على يعني هن نمطين، يعني ما هم متعودين على هيك برامج. هي بالشق الاول، الشق الثاني انه اعتراضهم كان على شوي على الاداء، يعني على اداء انه شلون الشخص عم يمثل دور ست تيتا تفيدا، انتقدوا كثرة المواضيع، انتقدوا التقنيات، فهي كانت قلة قليلة أكثر شيء. ونحن ما قدرنا نتطور تقنيا إلا من تعليقاتهم، يعني كل شيء كان يقولوه كنا نحن نمشي عليه، لأنه كان بيقولنا الدكتور عربي المصري أول ما بلشنا يا رضا الله ويا رضا الجمهور، فكثير بيهمنا أنه نحن نرضي الجمهور بأي شيء بيقلنا عليه، فكل شيء تقنيا نحن من خلال تعليقاتهم عم نحاول نتجاوزه. تمام، يعني بتعرف الفيسبوك من خلال التعليقات ما فيك تمنع اي حدا انه يعلق، شرائح عديده ومتنوعه، ممكن انه يصير هيك شوي كلام ما حلو او مسبات، فانتم بتتضايقوا ولا انتم بتتقبلوا؟ لا ابدا، وبناخذها من باب النكته، واحيانا بنضحك خصوصا انا والتيتا بقول لها هيك حكوا عليك، بتقول لي هيك حكوا عليك كمان، فبيضل هالحديث خصوصي انا والتيتا كاصدقاء، نحن مرات زبطها نحن هيك طبيعتنا، نحن هيك بنقره يعني على طول بنقره وهيك، فما اختلف شيء اثناء التصوير والبرنامج. طيب يعني ظبطها رح يستمر اكيد، حكينا مع محمد قبل شوي على المواضيع وقد ايه مهم، يمكن كل يوم بتشوفوا فكره بيطلع منها موضوع، عم تفكروا تطوروا شيء بعد لسه فيه؟ طبعا هلا السيزون الاول تقريبا رح ينتهي برمضان، ورح نبلش الموسم الثاني برؤيه وتجهيزات مختلفه تماما، ما رح تشبه حتى اللوكيشن ممكن يتغير، اللوكيشن كاملا كل التفاصيل رح تكون مختلفه بظبطها، عشان ما نكرر حالنا، عشان انا اضل متحمس اصور كل حلقه طبعا، عشان يضل عندي هاي الحماس، فانا هلا حاليا الموسم الاول تقريبا اخذ شكله النهائي، بس دائما انا بضل انه متحمس حتى هلا بلش الثاني بالرؤيه الجديده والتفاصيل الجديده ونبقى مكملين. تمام، يعني محمد الحديث كثير يطول، في افكار جديده غير ظبطها بصيغه ثانيه، يمكن بكاركتر مختلف عن الكاركتر هذا، ولكن الهدف هو واحد، شو في افكار جديده؟ على البرنامج؟ لا، على شيء ثاني، برامج ثانيه، برامج ثانيه مختلفه عن الكاركتر هذا غير زبطه. اكيد في افكار ثانيه، ما رح تحرقها بس اكيد ما رح انا بس لاسرب انه محمد هو بيكتب سيناريو كثير، فكمان عم بجهز مجموعه افلام كثير حلوه. يا احكي لنا شوي عن الافلام. هلا انا هلا اتجاهي على السينما اكثر، فما بتجه لا التوثيق ولا التسجيل، على السينما، ف
فان شاء الله يعني حيكون اول فيلم لي قريبا، يعني بدي ان شاء الله يا رب إنتاج. ان شاء الله موفقين أكيد. يعني قبل ما نختم معكم، شو بتحبوا توجهوا رسالة يمكن لكل شباب كلية الإعلام اللي عم بشوفوكم اليوم، واللي فعلا يمكن أنتم مثال للشباب اللي ما وقف بوشهم أي شيء، بالعكس برغم أنه يمكن ما في إمكانيات كثيرة بس أنتم قدرتوا تضبطوا شيء، شو بتحبوا تقولوا لهم؟ أنا بقول لكل طالب كلية إعلام، أهم شيء بلش بفكرتك، شوف آراء العالم وجمعهم حواليك وحاول تطور من شيء، ما تنطر اي شيء من حدا، انت كون البدايه وانت اختار الوقت المناسب حتى تنطلق بفكرتك وتكون مبدع فيها. يعني جميله هيدي الطاقه الايجابيه اللي اعطيتها لزملائك واعطيتنا اياها ايضا النا. بدنا نتشكر وجودكم معنا محمد ساس وماروت الصوفي، نورتونا، وان شاء الله يا رب هيك بنلتقى بشغلات ثانيه واكبر واحلى ان شاء الله يا رب. شكرا يا رب. شكرا لكم، ورح ننطر الحلقه الجايه انا وسالي، واذا بيطلع في شيء تظبيطه تماما عم نمزح اكيد. شكرا كثير لكم.